احكي لنا عن موقف جدعانه لا يمكن تنساه من صديقك، مين هو اللي فعلا اثبت ان المثل القائل الصديق وقت الضيق ينطبق عليه؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، اجابات حضراتكم ملهمه جدا وفيها مواقف بتؤكد شهامه المصريين مع بعضهم. على سبيل المثال حساب الاستاذ كحلاوي فتحي وهو تفان لصفحتنا بيصبح علينا من اسيوط وبيقول في موقف ما اقدرش انساه من صديقي محمود فوزي. انا كنت في الصف الخامس الابتدائي سنه 92 وكنت مطنش المدرسه ومش بروح لظروف اجتماعيه وكنت خلاص كرهت المدرسه، لكنه وقف جنبي وبقى يجي عند البيت ويذاكر معايا ويفضل ينصحني اني لازم اكمل تعليم. النهارده انا اتخرجت من كليه التربيه والنهارده انا مدرس جغرافيا والى الان صداقتنا مستمره، ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي اولاده. طبعا ده مش غريب على اهلنا في الصعيد، كلهم جدعنه وبيقفوا جنب بعضهم في اشد المواقف. علي العميري بيقول كان بنتي تعبانه واتصلت بصاحبي حوالي الساعه 3 فجرا وجاني وخدنا على اقرب مستشفى وقعد معايا لغايه الفجر، وصلنا بعد كده للبيت وكل شويه فضل يتصل بيا علشان يطمن عليا، ربنا يبارك في عمره كتير وكتير. محمد عفيفي عبد المنجي ربما بيغرد بره الصندوق شويه وبيقول لنا موقف بيبين، هو بيقول انه موقف بيبين جدعانه الصحاب. بيقول مره نمت بره البيت ولما رجعت امي سالتني كنت نايم فين، قلت لها في بيت صاحبي. اتصلت بأقرب 10 أصدقاء ليا وفتحت السبيكر، 7 منهم أكدوا إن أنا فعلا في البيت واتنين أكدوا إن أنا لسه عندهم، والأخير قال لها لما يطلع للحمام الحمام يا ماما هخليه يكلمك. طبعا ده موقف ربما خارج السياق ولكن يعني بيأكد برضو يعني إيه خفة دمنا أو خفة دم المصريين. مواقف كتير جدا، ربما منها موقف اللي قاله إبراهيم حمودة المسلمي، بيقول كل اصحابي جدعان عمري ما هنسى المواقف. كان في واحد صاحبي غلطان وانا حاولت اصلح طريقه لكنه هو الان يعني ايه بالنسبه لي هو مثل اعلى، انا مش فاهم هو عايز يقول ايه، بس هو بيقول ان هو اسمه محمد سمير. بنحييك يا استاذ ابراهيم وبنحيي ايضا الاستاذ محمد سمير. عندنا ايضا عبير سالم الغريب بتقول بصبح عليكم الاسماعيليه، حصل لي تعب شديد وكان هناك صديق لقيته واقف جنبي بالسؤال عن صحتي وكان بيوصلني للقاهره للدكتور وينتظرني للعوده والظروف بعدتنا عن بعض. طبعا الصديق فعلا وقت الضيق وبيبان في هذه المواقف. ابراهيم عبد التواب بيقول كنت في رحله للبحر ونزلت بعيد ولقيت نفسي بغرق وكان في صخر تحت المية، ومع مرور الثواني أدركني الرعب وكنت حموت، ولكن رفعت إيدي وأنا بغرق لقيت واحد صاحبي كان متابعني من أول ما نزلت، هو اللي جه هو اللي أنقذني من الغرق وبحييه جدا وبقول له يعني شكرا ليك على هذا الموقف، وإحنا برضو بنقول له شكرا ليك على هذا أيضا الموقف. ربما مواقف حضراتكم كلها ملهمة، يعني ناس كتير جدا ربما بيتكلموا عن عدد كبير من المواقف اللي ليها علاقة سواء بالتعليم أو ب يعني حاجات ليها علاقة بمواقف حصلت مع الناس اللي هي يعني في وقت فعلا ما كان محتاج صديقه. لا بنأكد إن زي ما قلنا كده المرء على دين خليله، وإن الصديق وقت الضيق، وإن المواقف الجدعة هي اللي بتبين وبتكشف كل المواقف. في سياق كلامنا قلنا ان احنا لما خرجنا في الاعياد شفنا اصحاب كتير جدا، المشهد ده ربما قعد لي الذكرى، يعني يا ترى كم واحد في هذه الشله اللي بتضحك من قلبها هيكمل وكم واحد هيفترق؟ كلنا كان لنا على مدى سنوات عمرنا اصدقاء كتير سواء في الجامعه او في المدرسه، منهم اللي راح ومنهم اللي اتخاصمنا ومنهم اللي اقرب حاجه ربما بتذكرك بده لو بصيت بس على قائمه البلوك اللي عندك على مواقع التواصل هتلاقي فيهم ناس ربما كانوا من أقرب الناس ليك يوما ما. مين هو الصاحب الجدع اللي وقف جنبك وما تقدرش تنساه؟ احكي لنا عن موقف جدعنة حصل منه، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك منتظرين إجابات حضراتكم، هندردش فيها بالتفصيل ونحكي ونتعلم منها أيضا هذه الدروس، مستنين إجابات حضراتكم.